ربنا واتبع في فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداء وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطل وعاشوا وسطنا أبطل وعاشوا وسطنا جيه دبل ام تراك مش للفاشلين جيه رقم واحد دايما واحد يلا اسمع زمان قالوا مش مهم النتيجة المهم المحاولة انتباه كلام للفشل فقط يا عم بلاش مزاولة حكم عليك بعد المجولة انك واخد الحياة مقاولة تفضل طول الوقت تحت رقم اتنين ده مكان الرقم واحد التميز هو هدف يبص الحالة عشان شخص ينجح لازم الباقي كله يفشل وعشان يستمر الناجح لازم فوق الكل يفضل وانا فوق الكل هعدي اي تحدي لازم اوصل النجاح هو انك تهزم كل الناس وتبقى الافضل لغاية تبرر الوسيلة وانا عندي هدف كبير دافع قوي وكفيل ان امشي اي طريق خطير معدي كل مرير قولي في رأيك انه احسن تبقى رئيس ولا وزير مستعجل مستعجل كتير عاوز تطلع سلم الحياة زي الصاروخ وتعب اللي حواليك وانت من الاستعجال فيه بتدوخ وبتمسك بحكاية الغاية تبرر الوسيلة وحتى لو صارت تملق ومسح كوخ هو انت مش عارف ان الحكاية دي تكسر النفس وتملى الحياة بالشروخ وبتدور على القيمة والكيان لهو انت فاكر ان عند ربنا اللي ساكن في قصر احسن من اللي ساكن في كوخ غلطان غلطان واللي حط الفكرة دي في مخك تعبك والفكرة تبوظ النفوخ سر النجاح الحقيقي في الاتضاع وحب الناس مش اما تكون متكبر وعلى الخلق منفوخ في مفاهيم بتختلط علينا شوية يعني زي مفهوم الاجتهاد أو الطموح أو أني أوصل لنجاح والمنافسة وإني أكمل بكبر وبطلع مش عارفة يا فادي تقول لنا إيه رأيك يعني الفرق بين أنه أجتهد عشان أنا أكبر وإني أطلع يعني مش عايزة أبقى أنا رقم واحد أي حد رقم واحد أنا عايزة أبقى أسبقه عشان أبقى أنا قبله إيه رأيك؟ يعني مش شايف إن في أي حاجة غلط في المبدأ بس هي في أنا عندي رأي انا ضد انه فكره اي حد يطلع على قفا حد بالبلد يعني مش لمجرد انه حد مثلا عمل حاجه احسن مني مثلا في الرسم او في المزيكا مثلا حد عمل ترنيمه احسن فانا يعني دي المفروض خدمه اصلا فاحنا المفروض نشجع بعض عليها لكن لمجرد انه عمل مزيكا احسن على فكره مش قد كده على فكره مش حاسسها مش حلوه يعني ما فيهاش لمسه روح ايه علاقته لمجرد انه عمل حاجه احسن في بيحصل انا مش بقول حاجه ما بتحصلش في الواقع يعني انت موافق انه يحصل انه يبقى في تنافس على رقم واحد لكن ما فيش مشكله انه لكن المشكله عندك انه يبقى في تنافس على ترنيمه او على حد عمل حاجه احسن مني ليه لا يعني هو معترض على ان انا استعمل الاسلوب السلبي بالظبط واخد بالك ان انا مش قادر ابقى نمره واحد بالمنافسه فابقى نمره واحد بان انا لازم نمره واحد يبقى هو نمره اتنين يعني انت بتقول بتحكي على انه اجتهد اني انا ابقى رقم واحد بغض النظر مين هيبقى رقم اتنين وانا ابعده عن مكاني ولو حد لا يعني لو حد غيري بقى رقم واحد انا المفروض دورنا في المجتمع وفي الكنيسه وفي الليله اللي حوالينا ان انا نشجع حد بقى رقم واحد عشان يبقى احسن ويخلي اللي حواليه يبقوا زيه يعني مش شايف ابسط من كده يعني ايه رايك يا دكتور خصام احنا عندنا مشكله في مجتمعنا اللي تربينا فيه احنا تربينا على جمله شهيره يقول لك واللي طلع الاول ده احسن منك في ايه تمام فاتغرست جوانا اني لازم ابقى الاول في كل حاجه الواقع بيقول ان انا الاول في حاجه لكن هبقى التاني في حاجه تانية وابقى التالت في حاجه تالته تمام في ضروره ان انا اقبل من كده مستحيل واحد يكون الاول في كل شيء والا يكون وصل لدرجه الكمال اللي مش ممكن يوصل لها
تمام؟ فده منهج لازم أفكر فيه، إن أنا حبقى الأول في حاجة وفي حاجة تانية التاني وحاجة تالتة التاني. بس المشكلة إن إحنا مجتمعنا، يعني أخد الموضوع بتاعك ده، المرنم النهاردة بقى ليه مكانة خاصة في الاجتماعات بتاعتنا، فأنا عايز أبقى نمرة واحد في الترنيم، مع أن أنا ممكن أكون نمرة واحد في الافتقاد. طبعًا. إن أنا أسأل على الناس والناس دي، أنا ممكن أرجع ناس من الضلال بتاعها. طبعًا. ما أنا عملت حاجة مفيدة جدًا. ممكن بأسلوب بسيط جدًا من غير أي فزلكة، من غير أي. بالعكس ده سهل جدًا، هقضي وقت مع الناس، أصلي معاهم، أصلي من أجلهم والحاجات دي كلها. يعني أنا شايف إن ده كمان هيخليني رقم واحد في عين الناس، أحسن من أي مرنم وأحسن من أي حاجة كبيرة، لمجرد إني بعمل حاجة ما فيهاش شو أوف قوي أو. هو أنا بس عايزة أسأل، وإحنا ليه عايزين رقم واحد؟ ما ده بقى النقطة الثالثة. يعني أنا قلت إن أنا لازم أقبل إن أنا أبقى نمرة واحد في مرات، ونمرة اتنين، ونمرة تلاتة، يعني ونمرة خمسة. يعني ينفع أقبل إن أنا أستمر بطلع سلم، تمام. مش لازم أبقى رقم واحد. هي دي هم مش مترتبين. هي سارة اللي كنت عايزة أوصل لها، إن الوصول لنمرة واحد مش بإن أنا أحاول أبقى نمرة واحد، لكن بالعمل المستمر في الاتجاه اللي أنا شايف إن ربنا عايزني أعمله، واللي مديني الطاقات الخاصة بيه. يعني أنا مديني الطاقة إن أنا أعمل الحاجة الفلانية، ان انا ابتكر في برامج عشان خاطر تتنفذ، ان انا ازور ناس، ان انا اعمل حاجه زي كده دوت. انا هفضل في المشوار دوت، وصلت الاول وصلت، غالبا هوصل، ما وصلتش مش مشكله. انا عندي مشكله بقى في دي، انه احنا بننتخ، ناخد وضع الانتخ. انا قلت هستمر في العمل الدؤوب. معلش، في ناس لمجرد ان هي مش عارفه تبقى رقم واحد ومش بتعمل كده، مش بتحطم الاحسن منها، او مش بتنتقد اللي حواليها، بقى في اللالا لاند بقى خلاص. انا مستني كده الكوكب بتاعي لما يبقى يجي واركب المشروع او الميكروباص وابقى اروح له. يعني لما تبقى تيجي الفرصه ويجي رقم واحد ده ابقى اروح له. نعيش في احلام اليقظه لوجه وقاعد. لا لوجه وعمره ما هيجي طبعا. لا، ما احلام اليقظه ما بتجيش. فانا شايف ان هو احسن حاجه انه لا، ان طبعا نروح المنافسه احسن حاجه. يعني ممكن انا وحضرتك نختلف، نتفق في متعه الجدل، في حاجات ما تقبلش روح المنافسه. يعني ينفع ان انا اكون بنفسك في سبق جري؟ ده طبيعي، وإلا يبقى ملوش معنى سبق الجري. لكن ما ينفعش إن أنا أنافسك في حاجة. إحنا بنخدم الناس، يعني المفروض إن أنا الخادم ده دوره أو مكانه زي ما الرب علمنا. حضرتك قلت ده المفروض، بس الواقع غير كده. حتى يعني أنا مش عارف، مش عايز أبقى بقول كلام ممكن يبقى غلط، بس حتى الرسل نفسهم كانوا بيتنافسوا في الخدمة وقت ما كان التنافس ما بينهم. تفتكر ربنا كان راضي عنهم؟ بس ده حصل لما كتبها في الكتاب، كان سعيد بيهم. اكيد. لا بس ده حصل، بس يعني بعد كده هوت لما هم اتعلموا. يعني الكلام ده حصل في الاناجيل وهم لسه في مرحله الطفوله الروحيه. اقرا في سفر الاعمال واقرا بعد كده هوت، واحد من اللي كانوا بيتنافسوا دول كان الرسول بطرس. في يوم من الايام لما كتب الرساله بتاعته يقول لهم، ده المنافس بقى كان المفروض المنافس بتاعه في الوقت ده يبقى بولس، لانه كتب رساله اكتر منه، تمام. يقول لهم كما كتب لكم اخونا الحبيب بولس في الرسائل بالنعمة اللي ربنا مديها له. الله، جبت الكلام ده منين؟ قالك لا، ما أنا فهمت الحاجة على وضعها. في حاجات تقبل التنافس وحاجات لا تقبل التنافس. في أعمار بتاع التنافس، يعني أنا الطفل الصغير الطريقة الأساسية اللي علمه بيها هو أنه يتنافس. ده أنا علمته الأكل بالتنافس، مين اللي بيأكل أشطر، مين بيأكل أسرع من كده، تمام. لكن لما يكبر هيتعلم أنه بيعمل الحاجة عشان الفايدة، وإنه كل ما كان مفيد كل ما كان لي قيمة، وكل ما شعر بالرضا. يعني كل ما حسيت إن أنا مفيد وبعطي وقادر إن أنا أكون بعمل حاجة مفيدة، دي حاجة بتختلف. بس شوية شايف إن في فكرة كده، لو ما شجعناش بعض على التنافس، يعني عارف في متعة الجدل، كنت بحكي أنا وحد لازم نختلف أوكي، بس أحيانا بنلف في دائرة مقفولة. يعني عارف اللي هو المبدأ بتاع الأول مقرر مش موجود، ان انا وانت خلاص كسبنا مع بعض، ينفع نبقى احنا الاثنين الاول؟ ليه لا؟ لا، انا الاول بقى، معلش بره عني، انا خلاص انا برنس على اي حد في المكان، فانت رقم اتنين، لان انا خلاص انا وصلت قبلك. اقول لك معادله غريبه تلخبط لك الدنيا. المعادله دي قالها المسيح، وانا كلامه محترم بالنسبه لي، لانه عارف قلب الانسان صح. قال لك من اراد فيكم ان يكون اولا يكون اخر الكل وخادما للكل. بمعنى انه المعادلة، هو عمل كده لما عاش هنا هو على الارض، حط روحه في الاخر. فلما حط روحه في الاخر كل الناس رفعته لقدام، والله نفسه رفعه. اتفق مع حضرتك جدا في الكلام ده، وشايف شوية انه في ناس بتبقى
يمكن الخامس او السادس او يمكن الاخر خالص, بسبب ان هو بيحاول يبقى بيبان للناس يا جماعه انا رقم واحد, بيعمل دوشه وزيطه وبتاع, بس هو ما بيشتغلش على الحته دي, ما بيحاولش يثبت ان هو رقم واحد بالشغل, هو بيبان بالكلام وبالافعال وبردود الفعل اللي من الناس ناحيته. طب انتوا ازاي مش شايفين ان انا رقم واحد؟ ده انا رقم واحد, ده انا الاول, ده انا الاحسن. فده بيخليه, انت عارف اللي بيقعد يصر ان هو يبقى رقم واحد بيلفت نظر الناس ليه, اول حاجه بيشوفوها فيه عيوبه مش ميزاته. عايزين شخصيه من الكتاب تقول لنا التنافس اللي جاب له ورا, نطلع نتفرج عليها ونرجع نكمل حوارنا. قائد جيش ووضعه كبير واسمه يؤاب, ورغم مهارته ومكانته ملوش في الرحمة وبيحب طرق الإرهاب. وما من قائد تاني غار شعللت في قلبه نار, فاختار القتل والطار, فخسر دوره ورسالته والضميره عذاب. ورغم ان واحد من الابطال الخزي والغدر لسمعته طال واتنسى وسيرته اتدفنت في التراب. شخصية يؤاب, ممكن يا اخ عصام تحكي لنا شوية اكتر عنه؟ يؤاب ده اشهر قائد جيش في تاريخ داود الملك, بس كان قائد جيش قطاع خاص. كلمة غريبة مش كده؟ الدنيا بالنسبة له هو, يعني دايما بيفكر في نفسه مش أكتر من كده. مرة من المرات استولى على مدينة, أرالكو بس النص قاله كده في سفر صمويل الثاني أصحاح 12, بعت لداود وقال له كده هو, ها هتبعت أنت تتولى باقي أمر المدينة دي ولا أخدها ويدعى اسمي عليها؟ يا عم ده أنت قائد جيش وده الملك, يعني دي حاجة مفهومة أنك بتحارب لصالح الملك ده ولحساب الملك ده, فده المنهج بتاعه كان من زمان. لم يقبل المنافسة طول عمره, كل ما يلاقي شخص داود ممكن يفكر انه يعمله قائد جيش يقتله. ده بقى حرفيا كان بيقتل, قتل اتنين, قتل واحد يعني كان فيها سن الطار اسمه أبناير, وبعدين قتل واحد لمجرد انه قالوا له على فكرة داود هيولي عماسة دوت, واحد اسمه عماسة هيوليه على الجيش بداله, فقام عمل له حجة كده, والراجل التاني كان مش واخد خوانة, عمل له كمين بالظبط بالدنيا ديت وخلص منه. اقول لك النتيجه حصل ايه. سفر صمويل الثاني اصحاح 23 في قائمه اسمها قائمه ابطال داود. قائمه ابطال داود ديت سجل فيها الكتاب المقدس الناس اللي عملوا حاجات محترمه في حياه داود. يقول لنا عنهم ان هم 37, نعدهم بالاسم نلاقيهم 36, في واحد ناقص. لا مش ناقص, ده ما يستاهلش يتحط هنا. والحاجه الغريبه جدا انه يؤاب لم يذكر كبطل, لكن مرتين يذكر عن فلان اخو يؤاب, فلان اخو يؤاب, يعني كان هو بص شوف لما ربنا يبص للقلوب ويحكم على الامور, في واحد بيحكم فوق يا جماعه, في واحد عارف في الاخر القلب دوت عامل ايه والمنافسه ديت عملت ايه ووصلته لحد فين, طلع على كتاف مين, قتل مين, عمل مين, كل الحاجات ديت. فكانت النتيجه ان هو جابه. طب انا شويه عندي مشكله, احنا كمجتمع جوه الكنيسه بنتعلم انه حب اخواتك, ساعدهم في الخدمه, الخدمه بتقولك انك ابقى رقم واحد لكن مش على قفا حد او ما تبقاش فوق حد. عندنا في مجتمع تاني بقى احنا بنتعامل معاه, المجتمع الواقعي بتاع العالم اللي بيقولك عادي لو عرفت تدي لحد رشوه عشان تبقى الاول ماشي, عشان تنجح ماشي, انت كده بتاخد مجهود حد. طيب انا اعمل ايه عشان احاول ابقى رقم واحد في وسط الهيصه دي او بص فادي في حياتي العمليه بقى, ولو انا ما بحبش اقسم كلمه حياه عمليه وحياه روحيه طبعا ما بتختلفش كتير, لكن اقصد في الواقع في الواقع حاجه من اتنين, يدخل الله في الحسابات يطلعه, ما ينفعش اخليه في النص. تمام, ادخل الله في الحسابات يبقى اعمل الامور بطريقه الله,
يعني حضرتك شايف ان انا اسلم الدنيا بس كده لربنا وهي تمشي؟ خليني اكمل كلامي واخد بالك. يعني حاجه من اتنين، يا اما انا اقول له سيبني انا اتصرف لوحدي بطريقتي وانا هوريك انا جدع ازاي، تمام، وانا المسؤول. تفتكر نسبه النجاح كام في الميه؟ ممكن تبقى 0% تقريبا، تمام. او ان انا اقول له همشي بمنهجك، منهجه هو انه اعمل حسابك انك ممكن تظلم، واعمل حسابك انك ممكن وممكن وممكن، بس في واحد في الاخر في صفك اسمه من يقضي بعدي. يتقال عن المسيح كالمثال بتاعنا انه كان يسلم لمن يقضي بعدل. عارف كويس جدا ان في شخص فوق بيحكم في الامور ويسير الامور كلها بطريقته. يعني يوسف اتظلم ولا ما اتظلمش؟ طبعا اتظلم، اتظلم كتير، بس في الوقت المناسب الله طلعه بالطريقه المناسبه. يعني مثلا من ضمن الحاجات، كان في السجن وبعدين عمل معروف في الراجل ساقي الملك، فقال له اعمل معروف لما تروح عند فرعون قول له طلعه. لو كان فرعون طلعه في الوقت دوت كان طلعه عسكري خدام اي حاجه يعني، لكن الرب قال له لا هتقعد سنتين تاني لسه. يقول لك كده هوت ان الساقي ده لم يتذكره بل نسيه. فلما جه الله يطلعه بعد كده هوت طلعه الاول بجد، بس مش على السجن ولا على مصر كلها، على العالم كله. بيني وبينك كانوا سموه صفنات فعنيح اللي معناها مخلص العالم كله. فالله احيانا بيتاخر في وجهه نظرنا، لكن دايما لما بيعمل حاجه بيعملها بيرفكت، فيتمشي بطريقه الله يتمشي بطريقتك انت. والناس اللي مشوا بطريقتهم قدامنا لحد النهارده دينا، شفنا طلعت بيهم الدنيا شويه ونزلت شويتين بس، ونزلوا على جدور رقبتهم. يعني القصه محتاجه حكمه ووعي في ان انا اخد بالي كويس جدا مين اللي هيقود المركب ومين اللي هيمشي بالمبادئ بتاعته. هنسيبكم مع ترنيمه ونتقابل في حلقه جديده. ربي بعترف امامك، المنافسه شغله بالي والحياه ضغطه عليا، وعايز ابقى في العلالي في صراعي، كله يرخص يبقى هين، كل غالي بس ابقى حاجه تانيه، بس ابقى حد تاني. زي ماتش الكوره لما يبقى همي اني اكسب اي حد واي حاجه، وكاني لوحدي بلعب، عندي كتف ومش قانوني بس حلم يجيب لي مكسب، عندي شوطه بتأذي صاحبي، حيله صعبه وسكه اصعب. ربي عايزك تيجي تظبط قلبي وتصلح دوافع، عايزك اعلى والعلالي في شروط مش كله نافع. ده النجاح لو يجي من غيرك بيبقى طعمه لازع، عايز افرح قلبك انت واسعدك وده احلى دافع. ربي عايزك تيجي تسقط قلبي وتصلح دوافع، عايزك اعلى والعلالي في شروط مش كله نافع. ده النجاح لو يجي من غيرك ده يبقى طعمه لازع، عايز افرح قلبك انت واسعدك وده احلى دافع. I'm not afraid.